متداولين الأعزاء، مرحبا بكم. إليكم ملخص يوم الخميس عن أسواق العملات. هبطت أسواق الأسهم والسلع وعملات السلع والجنيه البريطاني بقوة، في حين أن الدولار الأمريكي هو أقوى عملة رئيسية. يتعافى زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى حد ما، ويقترب من مستوى المقاومة الرئيسي عند مستوى 1.960. زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني صعوديا بشكل ضعيف مع حضور قوي نسبيا للعملتين. وصل زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى جديد له منذ 35 عاما يوم أمس، وسط ارتفاع معدل التقلب، ولكن قد يستقر السعر لبعض الوقت الآن أو ينخفض أكثر. هذا هو تقريرنا لهذا اليوم. طاب نهاركم، نلقاكم غداً.